موجز الأخبار، مرحبا بكم. انطلقت تظاهرة حاشدة بمنطقة البلاد القديم في البحرين تنديدا باعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان. وتوافدت الجماهير البحرينية إلى منطقة التظاهر وجابت شوارع البلدة يتقدمهم علماء الدين، واندلعت مواجهات مع قوات النظام التي قامت بقمع المحتجين. وتأتي المسيرة في إطار التظاهرات الشعبية التي انطلقت في مختلف مناطق البحرين احتجاجا على اعتقال الشيخ سلمان. نظم علماء البحرين اعتصاما احتجاجا على اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، محذرين من استمرار ما وصفوها بالحماقات غير المحسوبة من قبل النظام. ووجه الاعتصام العلمائي مطالبات سريعة بالإفراج عن الشيخ سلمان ومعتقلي الرأي في البحرين. وأكد العلماء المعتصمون أن اعتقال الشيخ يعكس عقلية الاستبداد، وحذروا من عواقب هذا الاعتداء، معتبرين أي مساس بهذا الرمز مساسا بالشعب كله. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان ضرورة توسيع أفق التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران والعراق. وخلال مباحثاته مع نظيره العراقي خالد العبيدي في طهران، اعتبر دهقان دعم بلاده للجيش العراقي جزءا من الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية في المنطقة. وأشاد دهقان بانتصارات القوات العراقية على داعش، منتقدا الأطراف التي تعمل على إضعاف الوحدة الوطنية بين العراقيين. من جهته شدد العبيدي على أهمية التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة الإرهاب. أعلنت مصادر أمنية عراقية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح جراء تفجير إرهابي شمال العاصمة بغداد. وقال مصدر في الشرطة إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 54 آخرون جراء تفجير إرهابي بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي شمال بغداد. قتل 9 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة قرب منشأة للغاز بريف حمص الشرقي. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن عناصر الجيش تصدت للهجوم، مشيرة إلى أن حراس المنشأة تمكنوا من اعتقال المسلحين اللذين فجرا السيارة أمام مدخل المنشأة لدى محاولتهما الفرار، مشيرة إلى أن البنى التحتية للمحطة لم تتضرر جراء التفجير وما زالت في الخدمة. هذا وتبنت الهجوم جماعة داعش. استشهد الشاب الفلسطيني إمام دويكات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب آخر في مدينة نابلس بالضفة الغربية بدعوى إلقاء حجارة على سيارات للمستوطنين. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على شابين قرب حاجز زعترة في قرية بيتا جنوب نابلس. وأكدت المصادر أن أحد الشابين استشهد على الفور، بينما نقل الآخر إلى أحد مشافي نابلس. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. والعراق. وخلال مباحثاته مع نظيره العراقي خالد العبيدي في طهران، اعتبر دهقان دعم بلاده للجيش العراقي جزءا من الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية في المنطقة. وأشاد دهقان بانتصارات القوات العراقية على داعش، منتقدا الأطراف التي تعمل على إضعاف الوحدة الوطنية بين العراقيين. من جهته شدد العبيدي على أهمية التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة الإرهاب. أعلنت مصادر أمنية عراقية أن العشرات سقطوا بين قتيل وجريح جراء تفجير إرهابي شمال العاصمة بغداد. وقال مصدر في الشرطة إن 19 شخصا قتلوا وأصيب 54 آخرون جراء تفجير إرهابي بحزام ناسف استهدف مجلس عزاء في منطقة التاجي شمال بغداد. قتل 9 أشخاص وأصيب 15 آخرون جراء تفجير سيارة مفخخة قرب منشأة للغاز بريف حمص الشرقي. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن عناصر الجيش تصدت للهجوم، مشيرة إلى أن حراس المنشأة تمكنوا من اعتقال المسلحين اللذين فجرا السيارة أمام مدخل المنشأة لدى محاولتهما الفرار، مشيرة إلى أن البنى التحتية للمحطة لم تتضرر جراء التفجير وما زالت في الخدمة. هذا وتبنت الهجوم جماعة داعش.